إذا من تطبيقات الأمواج المستقرة في قياس سرعة انتشار الاهتزاز العرضي في وتر مشدود، طبعا يمكن الاستفادة من الأمواج المستقرة العرضي المكونة في تجربة ميلد، نعم، لدراسة العوامل المؤثرة في سرعة انتشار الاهتزاز العرضي في وتر. طبعا الحالة الأولى، طبعا احنا طلاب قانون الأوتار نفس قانون الحبل المشدود أو النهاية المقيدة، فإن سرعة انتشار الاهتزاز العرضي في وتر تتناسب واحد، إذا تتناسب طردا مع الجذر التربيعي لقوة الشد، كل ما كان الوتر مشدود أكثر بقوة أكبر كل ما كانت سرعة انتشار الاهتزاز أكبر. اثنين، تتناسب عكسا، إذا السرعة تتناسب عكسا مع الجذر التربيعي للكتلة الخطية ميو. لذلك نقول بأن في السرعة تتناسب طردا مع الجذر التربيعي لقوة الشد FT، وتتناسب عكسا مع ميو الكتلة الخطية. طلابنا لجعل التناسب مساواة نضع كونست ثابت، وهذا الثابت قيمته في الجملة الدولية واحد، لذلك تصبح في سرعة انتشار الاهتزاز في وتر أو في حبل مشدود أو على نهاية مقيدة يساوي تحت الجذر FT على ميو. ما هي ميو؟ ميو هي الكتلة الخطية للوتر، وهي كتلة الوتر على طوله، وتقاس ميو كيلوغرام على متر، تقاس كيلوغرام على متر أو كيلوغرام متر ناقص واحد. كذلك يمكننا استنتاج تواتر الصوت البسيط الصادر على الوتر، فعندما يهتز الوتر عرضيا تتكون فيه جملة الأمواج المستقرة ذات العقدتين في طرفيه، يعني يمكن أن يتشكل لدينا مغزل واحد أو مغزلين أو ثلاث مغازل وهكذا. فإف يساوي كي بفي على 2 إل، نفس قانون طبعا النهاية المقيدة، كي بفي على 2 L. إذن K بV على 2 L. إذن نعوض عن سرعة انتشار الاهتزاز في الوتر وعن الكتلة الخطية للوتر في العلاقة. طلابنا F تساوي قانون التواتر البسيط للوتر تساوي K بV على 2 L بدل V. إذن F تساوي K على 2 L بV. V وضعنا بداله تحت الجذر FT على ميو. بإمكاننا طلاب إسعى كمان إحنا نعوض ميو بقيمته M على L ونطالع L باتجاه الأعلى، تصبح F تساوي K على 2 L بتحت الجذر FT بL على M، FT بL على M أو FT بM على L، ما في مشكلة. إذن هذا القانون بشكل عام، أو بإمكان نحسب FV السرعة جانبا ونعوضها في علاقة التواتر كمان صحيحة. إذن ما هو F؟ هو تواتر الصوت البسيط الصادر على الوتر يقاس بالهرتز. FT قوة شد الوتر وتقاس بالنيوتن. L طول الوتر ويقدر بالمتر. الميو الكتلة الخطية للوتر يقدر بكيلوغرام على متر. كي عدد صحيح يمثل عدد المغازل المتكونة في الوتر أو رتبة الصوت الصادر عنه. إذن كي هو عدد صحيح يمثل عدد المغازل أو رتبة الصوت. طبعا كي تساوي واحد صوت أساسي، كي تساوي اثنين مدروج ثاني، كي تساوي ثلاثة مدروج ثالث، هاي في الوتر أو النهاية المقيدة. أما إذا كانت النهاية طليقة نقول كي تساوي واحد صوت أساسي، كي تساوي اثنين مدروج ثالث، كي تساوي ثلاثة مدروج خامس وهكذا.